طبعا موضوع الاجانب في الدوري المصري ده فيه مشاكل كتيره قوي. النادي الاهلي تحديدا على مستوى المهاجمين عدى عليه مهاجمين بالجمله ما كانوش موفقين خالص. تعال نشوف تقرير عن الاجانب اللي ما نجحوش تقريبا مع النادي الاهلي وبعدها نواصل، خليكم معنا. بالرغم من نجاح العديد من الأندية المصرية في استقطاب لاعبين أجانب مميزين وقادرين على إحداث الفارق، يعاني الأهلي الأكثر حظاً للألقاب في مصر من عدم نجاح معظم لاعبيه الأجانب رغم القدرة الشرائية المميزة التي تمتلكها إدارة القلعة الحمراء. وكان الفرنسي أنتوني مودست آخر اللاعبين الأجانب في مسلسل معاناة الأهلي من استقطاب لاعب أجنبي مميز بالرغم من مسيرته المميزة التي شهدت تألقه مع بورسيا دورتموند الألماني، ولم ينجح مودست في إثبات تألقه وأهدر الكثير من الفرص السهلة وعانى على المستوى البدني ليرحل سريعاً عن القلعة الحمراء في يونيو الجاري عقب انتهاء عقده. ولم يكن مودست الوحيد الذي كتب قصته كلاعب أجنبي لم ينجح في الأهلي، بل سبقه البرازيلي برونو سافيو الذي ترك بصمة وحيدة فقط خلال تواجده مع الأهلي عندما سجل في شباك الزمالك هدفاً قاد فريقه لحظ السوبر المصري، وعد ذلك ظهر برونو بمستوى فني متراجع وكان غير قادر على إكمال المراوغات الناجحة مما عجل برحيله عن القلعة الحمراء. وعلى مستوى رؤوس الحربة كان المهاجم الإثيوبي صلاح الدين سعيدو نموذجاً لفشل اللاعبين الأجانب في الأهلي، حيث تعاقد معه الأهلي بعد تألقه الملفت مع وادي دجلة، وسجل اللاعب 4 أهداف وصنع هدفين فقط خلال 18 لقاءً مع الأهلي ليرحل سريعاً عن القلعة الحمراء. نفس الأمر بالنسبة للكونغولي والتر بواليا الذي أثبت تألقه مع الجونة قبل انتقاله إلى الأهلي، الذي سجل معه 5 أهداف فقط في 31 لقاءً ليرحل سريعاً دون أي بصمة. وكان الجزائري أمير سعيود واحداً من النماذج التي لم تساهم مع الأهلي بالرغم من تألقه الملفت ومهاراته التي لفتت الأنظار قبل انتقاله للقلعة الحمراء، والتي شهدت واحدة من أغرب لقطات اللاعب في مسيرته عندما سقط بشكل مفاجئ أثناء تنفيذه ركلة جزاء. يمثل هذا المشهد دليلاً واضحاً على عدم انسجامه مع الأهلي ورحيله سريعاً. وبين اختيارات غير موفقة وأرقام ضعيفة، تظل أزمة الأهلي قائمة في اختيارات لاعبيه الأجانب مهما اختلفت الأجيال.